السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبنا على قناتنا وقناتكم اصنع بنفسك عادل العبسي. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن كل شيء يخص الصاروخ. الصاروخ اللي هو ده، تمام؟ هنعرف كل حاجة عنه. طب إيه أهمية إن احنا نعرف عنه حاجة؟ وفي ناس ما يهمهاش إن هي تعرف عنه حاجة، بس صدقوني بعد الفيديو ده هتعرف إن الصاروخ مهم جدا جدا جدا، ممكن المفروض يكون في أي بيت، لان الاستخدامات ياما قوي. ساعات بنحتاج ان احنا نجيب ناس ونجيب عمال ونجيب حاجات، واحنا عندنا لو جبنا صاروخ صغير في البيت ممكن يشتغل بيه، وهنغني عن نفسنا حاجات ياما قوي. بامر الله النهارده هنعرف كل حاجه عن الصاروخ. بس قبل ما نعرف اي حاجه عن الصاروخ لازم نعرف عوامل الامان بتاعته، لان الصاروخ من ضمن المواد او الادوات الكهربائيه اللي فيها نسبه خطوره. الخطوره فيه ان انت ما تعرفش تستخدمه ازاي، مش اكتر. لو عرفت تستخدمه ازاي هيبقى بالنسبه لك زي اي حاجه، ما فيهوش اي مشاكل، تمام؟ فواحده واحده كده مع بعض هنعرف استخدمه ازاي. الصاروخ اللي هنشرح عليه النهارده ده صاروخ 5 بوصه من اي بي تي كراون. صاروخ 5 بوصه، اول حاجه لازم نعرف امكانياته ايه. الصاروخ ده 700 واط، 700 واط. المقدار اللفات بتاعته 11000 لفة في الدقيقة، 11000 لفة في الدقيقة. طب دي هتهمنا في ايه؟ هتهمنا بعد كده ان في اسطوانات ما بتستحملش ال 11000 لفة، في اسطوانات بتبقى مقدارتها اعلى، فلازم وانت شغال بتجيب اسطوانة معينة لشيء معين تعرف اذا كانت هتستحمل عدد اللفات ده ولا لا، لان في اسطوانات ضعيفة كتير في السوق. فده اول حاجة نعرفها عن امكانيات الصاروخ اللي في ايدي. طيب ايه الحاجات بقى اللي موجوده في الصاروخ وايه استخداماته؟ اول حاجه المؤشر ده بيبين لنا اتجاه الدوران بتاع الاسطوانه، ده المؤشر بيبين لنا اتجاه الدوران. الزرار ده هنعرف نستخدمه لما نعرف نبدل الاسطوانات وهنعرف نشتغل عليها ازاي. اليد دي يد متحركه، اليد ديت يا اما بحطها هنا يا اما بحطها في الجنب التاني في المكان ده على حسب شغلي انا وعلى حسب مسكتي ليه. باجي بعد كده بلاقي الجزئيه ديت موجود منها هنا وهنا، ده الجزء اللي بغير منه الشربونه بتاعه الموتور، وطبعا ده ما بستخدموش قد كده الا لو حصل مشكله فيه. باجي بعد كده للزرار ده، والزرار ده ده الزرار الاساسي بتاع التشغيل عندي، يعني الزرار ده لما باجي اشغل الصاروخ بتك عليه. طب الزرار ده فايدته ايه؟ لو انا هشتغل حاجات دقيقة شوية والمدة طويلة، بدل ما تني ضاغط على الزرار ده، لا انا بضغط على الزرار وبروح متكي على ده معاه، بيثبت لي التشغيل، بيثبت لي الباور، بيتن الجهاز شغال معايا لغاية ما ارجع اضغط على ده تاني بيفصل. عرفنا كده فايدتهم ايه. طبعا الفتحات دي للتهوية. بيجي عندي بقى اول عامل من عوامل الامان وهو الدرع او الحامي او الحاجز الواقي اللي هو ده، وده انا بلفه برضو او قد بيبقى ثابت. ممكن انا احل المسمار، في مسمارين عنده جوه هوريهم لكم برضو، ممكن احل منهم مسمار واحد واخليه يبقى متحرك معايا كده، بحيث ان انا اعرف اوديه زي ما انا عاوز، عشان الشازي اللي هيطلع منه لو انا بشتغل في حاجة حديد ما يأثرش معايا او ما يجيش ناحيتي خالص، تمام؟ طيب طبعا دي الاسطوانة، والاسطوانات انواعها كتير وهنتعرف على كل اسطوانة واستخداماتها. الجزئية دي اللي بتتحل عشان اطلع الاسطوانة، هنبدأ دلوقتي نعرف نطلعها ازاي. بيجي معايا المفتاح ده، ده بيركب هنا في الفتحات دي، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده. وبيجي معاه مفتاح تاني
يا اما بيركب هنا في الصامولة ديت، شايفينها الصامولة اللي تحت دي، يا اما بيركب هنا والتاني ده بيركب فوق وبنلف عكس بعض، يا اما بضغط على المفتاح الاسود ده بدل ما امسك على الصامولة وببدأ افك. هفك معاكم الاسطوانة دي وبعد كده هنتعرف على كل حاجة مع بعض. هاجي دلوقتي اضغط على الزرار اللي ورا زي ما احنا شايفين كده وهلف ديت، هلاقيها ثبتت معايا اهي خلاص طول ما انا ضاغط على ده. باجي هنا بفك زي ما احنا شايفين كده، كده ده اتفك خلاص تمام. القطعة ديت اللي بتربط معايا على الاسطوانة، طبعا دي الاسطوانة بيتغير منها كتير، هعرف برضو شغلهم وانواعهم. الجزء اللي تحت ده اللي بيمسك معايا اللي هو الصامول، وده الواقي بتاعي. لو عايز افكه هفك المسامير بتاعته وهطلع الواقي ده خالص. ده انا بفكه في حالة ايه؟ في حالة ان انا هحط اسطوانة اكبر من مقاس الصاروخ بتاعي، ونخلي بالنا برضو قوي من الحتة ديت، لان لازم تكون متعود على الصاروخ قوي، لان ده بيحميك. علشان تحط اسطوانة من غير واقي لازم تكون متعود عليه قوي، وبرضه تحرص تخلي بالك تمام. عرفنا كده نحلها ازاي. من ضمن عوامل الامان بتاعته برضو ان انت وانت شغال تبقى لابس نظارة، نظارة بقى اللي هي الازاز العادية او النظارة الواقية، اي نظارة. النظارة ديت بتعمل لك حماية لمنطقة العين عشان لو في اي شازي او اي رايش طايرة ما تجيش عليك. تاني حاجة الصاروخ كل ما كان كبير وكل ما زاد حمله وسرعته كل ما كان صوته عالي، فبالتالي في سدادات للأذن علشان برضو ما تعملش معاك إزعاج. دي تاني جزء. يبقى أنا عندي أول حاجة الدرع الواقي أو الحاجز الواقي بتاعي، تاني حاجة النضارة، تالت حاجة سدادة الأذن، رابع حاجة الكمامة. طبعا في بعض الحاجات اللي بنشتغل فيها بتعمل معايا غبار زي القطع أو الجلي بتاع الرخام أو نشارة الخشب، الصنفرة، الحاجات دي كلها بتعمل غبار. فلما بلبس الواقي بتاع الكمامة برضو ما بيأثر معايا ان انا بيخشش معايا اي حاجة عن طريق التنفس. فدي عوامل الامان بتاعتي. برضو نخلي بالنا من نقطة ان انا مغيرش اي اسطوانة الا لما اكون شايل الفيشة بتاعت الكهرباء، علشان برضو ما يجيش ايدي على الزرار في اي وقت الاقيه دار معايا وانا بغير. خلي بالنا برضو من النقط دي اوي. طيب نيجي بقى لنقطة الاسطوانات، ودي أهم حاجة عندنا. إيه استخداماته؟ استخداماته كتير جدا وفي كل المجالات. أول مجال عندي الاسطوانات الحديد أو استخدامات شغل الحديد. اسطوانات الحديد ثلاث أنواع. أول نوع عندي اسمها اسطوانة الجلي. اسطوانة الجلي زي دي كده، دي اسطوانة جلي. وهنلاحظ في اسطوانة الجلي انها بتبقى تخينة. اسطوانة الجلي هدفها ايه؟ اول حاجة ان احنا بنصنفر بيها اي حاجة حديد، بنجلي بيها اي حاجة حديد، فبتشيل معانا رواسب، صدى، اي شيء تمام. غير ان احنا بنستخدمها برضو لسن الادوات زي السكاكين والمقصات البنط، الازميل، اي حاجة ممكن تتسن بنسنها على اسطوانات الجلد. باجي بعد كده لاسطوانات القطع. اسطوانات القطع، طب هنلاحظ هنا الاتنين قريبين من بعض، وطبعا في اشكال كتير هنوريهم لكم برضو هيطلعوا معانا دلوقتي. اسطوانة الجلي فرق بينها وبين القطع، نبص كده في العرض بتاعها هتلاقي اسطوانة الجلي تخينة، اسطوانة الجلي اتخن من اسطوانة القطع. اسطوانة القطع بتبقى رفيعة، ده أول فرق بينهم، غير طبعا الفرق الاستخدام. اسطوانة القطع بنقطع بيها أي مواد معدنية سواء حديد، ألمونيا، نحاس، أيا كان، أي حاجة معدنية بنعملها باسطوانات القطع. في اسطوانات تانية برضو للقطع اسمها اسطوانة بسكوتة، بيتقال عليها اسطوانة بسكوتة. البسكوتة بتبقى أرفع من دي كمان، رفيعة أوي، طبعا دي للحاجات الدقيقة. بنيجي بعد كده لاسطوانات الخشب زي اللي هتظهر معانا دلوقتي. اسطوانة الخشب بنقطع بيها اي منتجات خشبية، ودي بتفرق معانا في عدد السنون.
كل ما كان الحجم بتاع الخشب أضخم بيزيد معايا السنون، أو بتقل على حسب الأسطوانة ونوعها وعدد لفتها. فعموما أسطوانات الخشب لها سنون كتير ومختلفة، زي دي كده، دي أسطوانة خشب. تمام، ناخد بالنا برضو من نقطة صغيرة، سواء الأسطوانة اللي شغال عليها أسطوانة خشب أو أسطوانة قطع أو أسطوانة حديد أو أيا كان نوعها، أي أسطوانة عندي تتكسر زي كده شايفينها، أي أسطوانة عندي يحصل فيها كسر زي ده كده، على طول تترمى، ما تكملش شغل بيها، لأن لو كملت شغل بيها مع سرعة الدوران بتاع الأسطوانة ممكن طرف منها يطير بيأذي جامد. فأي أسطوانة تتكسر عندك ارميها على طول، ما تستخدمهاش. تمام، ده بالنسبة لأسطوانات الخشب اللي هي بتقطع الخشب. في عندي أسطوانات بعد كده للخشب عبارة عن صنفرة، زي برضو اللي هتظهر معانا دلوقتي. أسطوانة الصنفرة بتبقى الأسطوانة اللي عليها بتبقى عبارة عن جزئين، الجزء الأول جزء بلاستيكي بيركب بدل الأسطوانة، والجزء التاني عبارة عن الصنفرة. الصنفرة بتاعتنا تبقى صنفرة حدادي، برضو أحجامها ودرجة الكثافة بتاعتها وإذا كانت ناعمة ولا خشنة، كل دي موجودة. طبعا دي الاستخدامات الخشبية في كل حاجة. برضو ممكن ما استخدمش اسطوانة جاهزة بالنسبة للصنفرة، ممكن أجيب لوح صنفرة حدادي من أي حد بتاع بويات، وطبعا ده بيبقى بالمتر بالكيلو، فبيفرق معانا برضو في السعر كتير. بيجي بعد كده باخد أي اسطوانة وبحطها على اللوح وبعلم عليها وبقصها، بتطلع معايا اسطوانة زي الجاهزة بالظبط وأرخص كتير. برضو ناخد بالنا من النقطة دي. ده بالنسبة لاسطوانة الخشب. باجي بعد كده عندي اسطوانات تلميع، زي برضو اللي هتظهر معانا دلوقتي. اسطوانات التلميع بلمع بيها الموبيليا، بلمع بيها الأبواب، بلمع بيها المعادن، بلمع بيها أي أنتيكات عندي، نحاس، بلمع بيها السيارات، الموتوسيكلات، أي حاجة محتاجة تلميع بعملها بأسطوانة التلميع، زي برضو اللي هتظهر معانا دلوقتي. أسطوانة التلميع نوعين، يا إما بتبقى الجزء اللي في الأول بتاعها المقدمة بتاعته بتبقى سفنج وبرضو ليه استخداماته، يا إما بتبقى مهير بيتحط عليهم كريم تلميع وبتعمل تلميع لأي شيء. تمام، باجي بعد كده الاسطوانات الرخام والحوائط، زي دي اسطوانة رخام وحوائط. طبعا دي بستخدمها في قطع الرخام، اي جزء من الحيطة، السيراميك، البلاط، ايا كان عاوز يتقطع، زي الرخام بالذات لان بيستخدموه كتير قوي. دي اسطوانة مخصوص زي اللي احنا شايفينها برضو كده معانا، دي اسطوانة مخصوص للرخام، فدي من ضمن استخداماته. باجي بعد كده في حاجة اسمها اسطوانات القطع الحاد. اسطوانات القطع الحاد دي بنستخدمها في قطع الكرتون، الورق، أي حاجة خفيفة عاملة زي السكينة بالظبط. تمام، برضو هتظهر معانا صورتها دلوقتي. باجي بعد كده في اسطوانة للخرسانة. اسطوانة الخرسانة دي بقى بعمل صنفرة لأي جزئية، حتى لو كانت خرسانية أو حوائط مسلحات، دي بتصنفر لي أي جزء بارز منها، وبرضو معانا قصادنا في الصور. باجي بعد كده لاسطوانة السلك. اسطوانة السلك زي برضو اللي شايفينها كده دلوقتي، دي بعمل بيها أي حاجة مصدية، يعني عندي هيكل معين، شكل معين، انتيكات معينة فيها جزء مصدي او لونها غير، على طول بعملها بيها بترجع فابريكا. غير عندي بنط، مثلا بنط حدادي، بنط خشب، اي بنط من اللي هي بتاعت الصواريخ، اوقات كتير بتصدي، بتاعت الشنيور قصدي، اوقات كتير بتصدي، فباجي بالاسطوانات ديت مسافة ما بحطها عليها بلاقيها رجعت زي ما تكون جديدة. طيب طبعا في استخدامات كتير قوي وفي ريش كتير قوي هحطها معانا برضو واحنا بنتكلم، دي اشكال مختلفة وكل حاجة منها بتعمل الغرض. عموما في انواع كتير وفي احجام كتير للصاروخ،
بتبدأ مثلا من 4.5 بوصة، 5 بوصة، 7 بوصة، 9 بوصة وأكبر. الاستخدامات اللي ممكن تكون في البيت، ممكن تجيب لك صاروخ صغير 4.5 بوصة ولا حاجة، ممكن يعملوه في حدود 300 جنيه ولا 250، وتركنه عندك في البيت. أي حاجة من اللي أنا قلت عليها ديت، وفي حاجات تانية كتير ممكن ما تكونش سعفتني ذاكرتي إن أنا أقولها، هتحتاجه هتلاقيه، مش هيخسر معاك حاجة ومش هيعمل معاك مشكلة، وسعره في متناول الإيد. والاسطوانة رخيصة، في اسطوانات بتبدأ من 5 جنيه و7 جنيه، تمام، مش برضو مش عاملة مشكلة معاك. الصاروخ مفيش غنى عنه بجد، استخداماته ياما جدا، بنحتاجه في حاجات كتير قوي، وهيسهل علينا حاجات ياما ياما ياما. فيا رب يكون الحلقة عجبتكم، ويكون استفدنا وعرفنا حاجات عن شغل الأدوات الكهربائية اللي بنستخدمها في المعدات بتاعتنا، وممكن نستخدمها في حياتنا اليومية عادي جدا. وأي حاجة تيجي في بالك وعايز تعملها ممكن تساعدك كتير. فيا رب نكون أفدناكم. شكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.